السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. طبعا انا عايزه اشكر من مكاني هذا مرات ابويا اللي كانت معايا وانا بشتري السمك. عايزه اقول لكم الله يديها الصحه والعافيه ويرزقها ويكرمها. بعد ما رجعنا في اليوم دوت من السوق مسكت كل السمك نظفته زي الفل. بصوا السمك اللي هو الرفيع ده اللي هو السيوف، طبعا بنشيل الطبقه اللي فوق اللي هي الفض دي، صعبه قوي بتتشد، تمسحها يا اما بحته يا اما بسفنجه يا اما بسلكه لحد ما يبقى كده ويتقطعها. وده اللي هو الموسه برده عملته لنا، نظفت لي كل السمك بسم الله ما شاء الله اديها زي الفل. طبعا بشكرك جدا جدا جدا. النهارده احنا دلوقتي الفجر، عايزه اقول لكم انا قايمه نفسي في السمك، واللي شجعني ان انا عملته طلعت كيسين من الفريزر بسرعه وحطيتهم في شويه ميه فكوا بقوا زي الفل. شويه ميه على طول كده بقوا زي الفل. جاهز بقى خلطه كده، قايمه نفسي اكل سمك مقلي مش عارفه ليه. هنا بقى ايه عندي سمك اهو، وعندي دي توابل السمك من قشر الجمبري، وعندي كمون وكزبره، الملح بقى كمان نسيته، ادي الملح كمان اهو الملح. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. حطيت هنا فلفل احمر مع قرن اخضر، جايز تتبيله كده سريعه، كان نفسي يكون عندي كرفس او بانوه بس للاسف ما عنديش، وشويه ملح. بحب احط الطاولة كله في قلب الكب، وشويه كزبره اهو عشان كتر، شويه كمون اهو السلام على حضرة جمال النبي، وكمان هنعصر الليمونتين معاهم بالمره، كله ينزل في قلب الكبه كده عشان خاطر تبقى الخلطه جاهزه مره واحده اهو. طبعا يا جماعه انا بشكرك جدا يا طنط نجاة، ربنا يديك الصحه والعافيه. هي اللي كانت معايا اللي كانت لابسه خمار اسود دي، وسمر، سمر دي اختي من ابويا، ياسمين وهدى اخواتي من ماما، سمر اختي من ابويا، وعارفه اللي احنا زرناها في المقابر برضه اختي من ابويا، اخت سمر بنت طنط نجاة اهو كده. عصرنا ليمونه وحطينا الكمون وحطينا الكزبره والملح، ممكن طبعا نحط شويه بهارات صغيرين لاني بحب دايما احط البهارات بتاعت السمك دي اللي من قشر الجمبري بعد ما اقلي السمك، برش كده حبه على السمك المقلي فظيعه والله فظيعه. فطبعا هجهز، وعندي الكابوريا في الفريزر، طبعا الكابوريا مش شايلها نيه، انتوا اكيد طبعا شفتوا الفيديو بتاع الكابوريا. حط حبه بهارات من جوه الحلمون، امسح البطرمات بعدين شويه صغيرين كده اهو، تنتوفة خل صغيرة. بسم الله بس كده، نضرب بقى ده كله كويس في بعضه. صلوا على النبي يا جماعة كده اهو. بسم الله عايزاك وانا بضرب كده تدور على اختي بالرحمة، ربنا يرحمها ويغفر لها ويسامحها ويصبر قلب امها لحد النهارده. عفاف اختي ميته بقالها دلوقتي تقريبا 12 سنه، لحد النهارده عمرنا ما نسيناها وحزنين حزن الول عليها. بس كده خلطه زي الفل. بص كده لحسن الحبه، الم بقى كل ده ونقعد بقى ايه نتبل السمك كده من جوه وكده وكده، وبعد كده نسيبه في التتبيله شويه ونرجع نقليه. نطلع كيس كابوريا كمان، نطلع واحد تاني. نعملهم بالمره، هما هيعملوا ياخدوا حبه توابل على النار وشكرا على كده. طبعا الكابوريا جامده هتفك على النار زي ما انتم شايفين كده اهو. ده سمكه السيوف اهي، بتبقى هنا في طبقه فضي كده بتتشال. بسم الله، التتبيله كده كله في قلب بعضه، تمليحه حلو، واحده وقعت اهي. انا بصراحه كنت اول مره اشوفها بتنضف، وما كنتش عارف انها بتنضف كده امانه، لاني عمري ما اشتريته.
هنا السمك ده، حلو بتاع كده تتبيله جوه السمكين اهو كده كله بالصلاه على النبي اتبل وزي الفل. في بس سمك مجمد تحت هنا كده مقشره وشايله راسه ومخليه زي القشطه من جوه، حلو قوي كده بالصلاه على حرب جمال النبي. ده كده كله في تتبيله اهي خلاص مش مشكله. كله كده زي الفل. نعم عندنا اصلا بييجوا ياكلوا السمك ويشيلوا التتبيله يرموها اللي جواه فانا متبله من بره. سيبوا بقى شويه ونرجع على كده نقلي. السمك بيتبل، نيجي بقى عند الكابوريا. بسم الله طبعا خدوا بالكم عشان خاطر بتعور، ما تعملوش في حله تيفال عشان ما تجرحهاش. صل على النبي اهي زي الفل. طبعا انا ما عنديش بصل، البصل خلص. حط بقى بهارات وتوابل عليها وحطها على البوتاجاز تستوي اهو. بصوا كده ازاي ما شاء الله، كفايه كيس واحد. كفايه الحله اتملت، كفايه كيس واحد. نحط بقى ايه؟ كزبره. الصلاه على النبي كده اهو. كمون، وفي هنا كمان شويه بهارات وملح. جيب توم، انا عندي توم. ده توم رفيع، احطه زي ما هو كده بس. هنولع عليها زي ما هي كده، اخش لو لقيت بصلايه عند ماما ولا حاجه احطها، مفيش خلاص. يلا بقى ايه، نحطها ونبدا نقلي السمك. انا هقلي السمك على قدي انا بس، الباقي بقى احطه في التلاجه وكده كده متبل. اللي عايز يقلي بقى لما يصحى يقلي. انا كده شكرا عليا. الفريزر صلوا على النبي يا جماعه. هنا الكابوريا حطيتها، نطيت عليها وحطيتها. هنا الزيت بيسخن، نيجي بقى عشان نقلي السمك. ادي الدقيق، الالطف تحط الدقيق في كيس او في علبه بس كفايه كده. اخد بقى كام واحده من دول على كام واحده من دول. بسم الله. مش هعمل رز ولا حاجه، هاكله كده ني ني مقلي. صلوا على النبي يا جماعه. نغطي الصلاة على النبي كده اهو. بسم الله. عشان ما تمرمطيش الدم، تحطي في طبق وتقعدي تعملي واحدة واحدة، ايدك بتتمرمط. لكن لو علبة بصوا نضافة كله تعب. ناخد بقى واحدة واحدة بالصلاة على النبي كده. بسم الله. نقلب الزيت اهي. الله 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 اهو. واو واو اهو. نعمل طاسه كمان ونحط البقى في التلاجة. ناخد كام واحدة كده. ناخد كام حبة كده بس كده. فظيع.
قوي قوي قوي. حط بقى السمك ده في الثلج، هو كله على بعضه في طبق واحد، مش هنعمل 100 طبق و100 دايم. حط في الثلاجة بقى ونرجع عشان خاطر نكمل الأكل. صلوا على النبي يا جماعه، الريحه بتجنن بتجنن. انا اول مره اكل سمك السيوف ده، واول مره اكل سمك الموسى ده، بامانه اول مره اكلهم النهارده. شوف بقى، شوف بقى الطعم. هاكل سمك مقلي، مش هاكل ولا رز ولا عيش ولا اي حاجه. كابوريا بص اهو، النار اللي هناك اهي، حلو قوي بالصلاه على النبي كده. شايفين اللون حلو قوي كده، ما شاء الله. صلوا على النبي يا جماعه. حد يصدق ان انا باكل سمك الفجر؟ احنا دلوقتي بقينا الساعه 5. اه نحط بقى السمك الباقي. بسم الله. حلو قوي كده اهو. الله 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 الله، بس كده تاكل سمكتين وخلاص. انا ما زي كده بقى. بص اول حاجه ايه؟ السلوك دي. حلو قوي، في زوقة في الظهر كده اهي، زوقة طعمه حلو قوي. ندوق بقى الموسى. تجنن الواحد يعمله قزقزة ويقعد يقزقز في السمك ده، يجنن. دول صغرنا المقل ده، واو بجد واو. ولا محتاج رز ولا سلطه ولا عيش. مجرم. طبعا النبي ده السمك فظيع فظيع، حلو قوي الطرف، وملوش ريحه خالص، لان احنا جايبينه طازه طالع من البحر، نضفناه وشلناه في الفريزر في ساعتها، وجيت من هناك حطيته في الفريزر على طول في ساعتها. بجد السمك حلو قوي قوي قوي، مع التتبيله اللي عملتها يجنن. نفسي اقول لكم، نفسي يكون فيه زرار يشممكم الريحه او يدوقكم، بس نفسي. كمل بقى الباقي بس، انا هعيط والله العظيم. حلو قوي 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 بس ما شاء الله. طبعا بشكر كنت نجات جدا، وربنا يديك الصحه والعافيه يا رب. كمل عليا بقى عشان لو كده مش هنخلص. مش محتاج حد يديله حبه طبق ولا حاجه خالص خالص ولا اي حاجه. وده كمان على اهو، حبايبي كده خلاص. بجد الله يسامحك يا طنط نجات، الله يسامحك. هتخليني اقلي كل السمك من جماله وحلاوته وطعمته كده. تمام قوي. اديله بقى رشه بهارات بسيطه جدا. بس كده حلو قوي كده بالصلاه على النبي. تديله ريحه كده حلوه. والكابوريا خلصت معانا، وخلي الليمونه دي معانا كده. انا طبقي خلص، هاخده بقى اروح اقعد بره وافترسه. وبص على الكابوريا بصه، بسم الله. بصوا اهي قدامها شويه على ما يصحى تكون استوت اصلا. هي كده كده قدامها 5 دقايق وتستوي، ما تاخدش وقت. اطفي عليها بقى. والسمك التاني متبل.
السمك التاني متبل، الكابوريا خلصت، وادي السمك بجد حلو قوي 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 قوي، وبجد عامل زي السناكس كده يجنن. بس كده روح اكل بقى، اشوفكم على خير يا جماعه. بجد سمك السيوف ده جربوه، حلو قوي قوي قوي. طبعا السواحليه كلهم عارفينه واكيد مجربينه وعارفين طعمه، حتى معظم التعليقات كانت مكتوبه السمك ده بيتغسل بالطريقه كذا، كله كاتب الطريقه، وانا لقيتها بتعمله بنفس الطريقه اللي هم كاتبينها. بجد تسلم ايديها، تسلم ايد كل واحده كتبت. واشوفكم على خير، وباي باي.